طيب احنا معانا طبعا مداخله هاتفيه مع الاستاذ حسام مصطفى ابراهيم، مؤسس مبادره اكتب صح. صباح الخير يا استاذ حسام. ويعني مبادره اكتب صح، حضرتك عايزين نسال حضرتك من باب التخصص نعمل ايه عشان نحمي اللغه العربيه، وحضرتك شايف التوغل بتاع الفرانكو ارابيك الموجود بين الشباب دلوقتي؟ الحقيقه ان اولا احنا اللي محتاجين نهتم باللغه العربيه، مش اللغه العربيه اللي محتاجانا نهتم بيها. صحيح. علشان نكتشف مدى الجمال اللي فيها، مدى قدرتها على التعبير عن اي مشاعر واي احاسيس عاوزين نقولها، نستمتع بقراءه الادب والنصوص القديمه اللي كتبت بيها بشكل باهر جدا. النقطه الثانيه ازاي نعمل ده؟ اولا ندرك ان عندنا مشكله، الاعتراف بالمشكله هو اول طريق لحلها. صحيح. ما نكبرش، ما نقولش لا احنا عندنا لغات اخرى بنهتم بيها، انا شاطر جدا في الانجليزي فمش محتاج العربي. اعترف ان في مشكله، والخطوه الثانيه ان ابدا ادور على طريق ينميني في هذه اللغه. تنميه اللغه تكون اولا بالقراءه. قراءه في اي مجال انت بتحبه، مش شرط مش شرط تقرا كتب لغه معقده ولا اي حاجه. صحيح. ان شاء الله روايات، ان شاء الله ميكي جيب، ان شاء الله شعر، مسرحيات. تقرا كثيرا وكثيرا وكثيرا علشان تمتلئ بهذه اللغه، تبقى اصواتها مش غريبه عليك، تقدر تعبر بيها عن نفسك. ممكن المرحله اللي بعد كده ان انا اسمع اي نصوص باللغه العربيه، قصائد شعر، اغاني ام كلثوم الفصيح، اي حاجه، اي ماده صوتيه، قران، ابتهالات، اي ماده صوتيه هتنمي عندي فكره السماع. المرحله اللي بعد كده ان انا ادور على كتاب مبسط يساعدني على فهم القواعد الاساسيه للكتابه الاملائيه. نقف بقى عند القواعد يا استاذ حسام، علشان دي بتكون دايما السبب في ان هي بتعقد الطالب من اللغه كلها حقيقي، لان هي بتكون شديده التعقيد، الاعراب وي وي وي. مش كل الطلبه بيقدروا على ده، فبيبتدوا زي ما بيقولوا كده يبلكوا بقى، الدنيا تقفل عندهم، مش قادرين يجوا جنب اللغه دي، وحسوا ان هي قد ايه معقده. موضوع القواعد ده ازاي نبسطه؟ لحد دلوقتي حضرتك ذكرت خطوات ان احنا نشتغل بيها على نفسنا، ما بين السمع وما بين القراءه وما بين ان احنا هنبتدي ندخل على شكل مبسط للقواعد. النقطه دي مهمه قوي، لان انا بيتهيألي يعني انا دايما بشوف انه القواعد دي لو راحت حل اللغز بتاعها الموضوع هيبقى سلس جدا في كل حاجه. طيب انا متفق مع حضرتك تماما في اللي قلتيه، وازيد عليه ان الصعوبه ليست من القواعد، ولكن في طريقه تدريسها للطلبه واختيار الموضوعات اللي هم بيدرسوها. صحيح. النحو ليس بهذا التعقيد، النحو في النهايه هو معرفه وظيفه كل كلمه داخل الجمله، ليه بعرف وظيفتها؟ عشان اعرف في النهايه المعنى العام. ففي قواعد قديمه ما عدناش هنستخدمها، مش محتاجينها في الكتابه، مش هيهتم بها غير المتخصصين. المفروض انقي النحو منها واعمله مستويات، ادي الحاجات المبسطه الاساسيه اللي تخلي الناس تفهم، وبعدين اللي عاوز يستزيد. ازاي اعرف اوصل لمصدر التاني. ازاي اعرف اوصل لمصدر يديني القواعد النحويه في اللغه العربيه بشكل مبسط زي ما حضرتك ذكرت؟ ده اللي احنا بنعمله في موقع اكتب صح، في مبادره اكتب صح، ان احنا بنعيد تصنيف النحو، بنعيد فلتره النحو، بحيث نستخلص منه الحاجات اللي انا محتاجها بشكل يومي في كتابه الجمله البسيطه عشان تطلع خاليه من الاخطاء الاملائيه والنحويه. تمام. والاسلوبيه. ومبادرات كتيره زينا بتلعب نفس اللعبه، بنعمله على صفحه فيسبوك، عندنا قناه على يوتيوب، عندنا موقع بالاسم نفسه. اكتب اسمها اكتب بالعربي. اسمها نعم؟ اسمها اكتب بالعربي، اكتب صح بالعربي. كاف ته به وبعدين صاد سطح. اكتب صح. تمام. اصلا مختار اكتب صح، دي حاجه عاميه، كلمه عاميه طبعا. اولا علشان هي مفهومه تماما. صح. ده اسمه البراندنج، ان انا بختار حاجه مالوفه للناس. صحيح. واول ما اشوفها يعرف انا ببيع ايه. النقطه الثانيه كمان ان هو ده غرض المبادره في النهايه، انا مش عاوز اطلع سيبويه ولا العقاد. صحيح. لكن مش عايز ادي حاجات معقده. لا لا لا، على الاقل لما تتكلم بالفصحى او تكتب بيها ما تحسسنيش انك اجنبي. صحيح. ما تحسسنيش انك ما عدتش على اي مرحله. دايما اللغه البيضاء او فصحى المثقفين هي اللي المفروض نتبعها. حاجة بسيطة يعني. عاوز اقول لحضرتك نجيب محفوظ لما تقرأ الحوار بتاع شخصياته، الناس بتتكلم على القهوة من شدة بساطته وسهولته تحسبيه انها عامية، لكن نجيب محفوظ ما بتكتبش عامية. صحيح. فده اللي احنا عاوزينه، ده الموديل بتاعنا زي ما بيقولوا. استاذ حسام، تقول ايه للجيل الجديد بتاع الشباب اللي حاسس ان هو لازم جوه كل جملة يدخل كلمة بالانجلش على اساس ان دي نوع من التقدم او التشاكة، او ان هو حاسس كان هو احسن من غيره؟ وده للاسف يعني بنشوفه كتير قوي، بالاخص في الاجيال الجديدة اللي طالعة. عايزين نوجه لهم كلمة برضو بمناسبة طبعا اليوم العالمي للغة العربية. أنا بقول إن هذا الجيل مظلوم، مظلوم حقيقي، لأنه لم يستمتع باللغة العربية، لم يأخذها بشكل جدي، ما درستلوش بشكل يحببه فيها، فيبدأ إن هو يستخدمها في حياته يوميا.
هو جيل مظلوم. صحيح. وفي نفس الوقت هو ضحيه للفيض العام زي ما بيقولوا. انا طب دلوقتي استاذ حسين عوده الخواجه إيه؟ استاذ حسين معلش سريعا، انت شايف ان الموضوع مستاهل انه يوصل لمرحله يبقى في قانون يتم تشريع قانون؟ انا مع اي حاجه تحافظ على اللغه العربيه، بس ليها تحفظ ان اغلب القوانين المقدمه بتفرض عقوبات ماديه وعقوبات حبس على المخالفين. انا مش عاوز ده، انا عاوز يبقى في قانون يلزم الجهات اللي بتعلق لافتات مثلا او عناوين المحلات في الشوارع يلزمها انها تستعين بمدقق لغوي عشان يطلع الكتابه سليمه، فلما اشوفها بشكل سليم اكتبها بشكل سليم. تمام. لو ما عملتش ده يبدا نوقع عليهم غرامات، بس الغرامات تبقى ايه بقى؟ العقوبات تبقى ايه؟ ان احنا نلزمهم باخذ دورات لغه عربيه. صحيح. يعني انا عاوز اعلم الناس الاول وبعدين اكتبها، مش من الباب للدار للنار زي ما بيقولوا. وده لا يمنع ان احنا مش بنقول ان انت ما تتعلمش لغات اخرى، بالعكس اللغه الاخرى هي مهمه جدا جدا طبعا. لكن ان انت تحافظ على لغتك الام هي اهم.